وسهلا فيكم مشاهدينا بأولى حلقات برنامجكم حكاية فن، البرنامج اللي رح يحكي عن أنواع مختلفة من فنون الرقص، الغناء والعزف. رح يحكي عن قصة فنك أو فنك يمكن. رح نستضيف فيه ضيوف مميزين وخبراء في هذا المجال يحكوا لنا قصة هذا الفن، شو هو، من وين أجا، كيف اليوم منقدر نطور عليه ونوصل من خلاله أي فكرة إحنا بدنا إياها. حكاية فن اليوم اخترناها لتكون من عالم الرقص، خاصة الرقص الشعبي الفولكلوري. أكيد أنتوا عرفتوا أنا عن شو عم بحكي، عم بحكي عن الدبكة الشعبية وعالمها. وضيفنا المميز لليوم هو راقص ومصمم مقدسي بارع في هذا المجال، الأستاذ حنا طمس، اللي رح نتناقش معه عن هذا الفن في جولة خفيفة مع الطبيعة. مرحبا أستاذ حنا. أهلا وسهلا فيك. كيفك؟ الحمد لله كله تمام. طيب بداية هيك احكي لنا شوي عن حالك، عرفنا عن حالك. اسمي حنا طمس، من القدس، مصمم وحامل درجة ماجستير في مجال الرقص والتصميم، وتقريبا اللي بشتغل بالمجال بحدود 17 سنة اللي هو في مجال الرقص والفولكلور الفلسطيني. حنا كمان بداية خلينا نقول إن مفهوم الدبكة هو مفهوم واسع وشامل. اليوم إذا بدنا نلخص كلمة دبكة شو ممكن نحكي؟ أول إشي الدبكة هي جزء لا يتجزأ من الموروث الفلسطيني اللي هو الملموس والغير ملموس، هو بيحمل جنبين. فعليا الدبكة اليوم منلخصها بحركة، منلخصها بمشاعر أو بقصة، منلخصها بغنية اللي هو الإيقاع. والدبكة ما بتقدر تنفصل عن هدول الثلاث مجالات، لازم يكون لها بيئة محتضنة، اللي هي الزمان تاريخيا كانت البيئة الزراعية. الإيقاع اللي كانوا يستخدموه حتى يكونوا كلهم على نفس الإيقاع ويحسوا كلهم بالجانب الاجتماعي وجانب المحبة مع بعض واللي بيجمعهم، وآخر إشي هو الجانب الحركي اللي هم بيرددوه وبحسوا إنه أجسامهم هو عبارة عن جسم واحد بيعبر عن شغلة معينة. يعني أستاذ حنا، الدبكة اليوم كمان بتواجه أكيد كتير من التحديات والصعوبات، شو هي هاي التحديات والصعوبات ومن أول ما بلشت الدبكة لحد هلأ؟ طبعاً إحنا مجتمع ودولة تم احتلالها بال48 فعلياً وقبل هيك، ففعلياً كتير كان في تحديات. أول شيء تحديات للحفاظ على هذا الموروث الثقافي من أي تهويل أو تضيع، وبالإضافة كمان لمحاولة غسل الدماغ بشكل أو آخر للمجتمع الفلسطيني ونسحه عن هويته أو قطعه عن هويته بشكل ما أو بآخر. ففعلياً هاي واحدة من التحديات الأساسية اللي إحنا منواجهها، اللي هي المحافظة على هذا الموروث زي ما هو ويضله في ذاكرتنا ونعرف شو الأصل وكيف كمان يتطور ويتطور بالنهج الصحيح، ما يروح لمحل اللي هو ما بيشبهنا وما بيشبه المجتمع كمان الموجود فيه حالياً. بس حنا كمان اليوم الدبكة يمكن إحنا كمجتمع فلسطيني منعبر فيها عنا وعن قضيتنا من خلالها. اليوم كيف بتشوف إنه إحنا ممكن نوصل فكرة ورسالة معينة أو قصتنا كشعب فلسطيني من خلال الدبكة؟ أول إشي زي ما قلنا الدبكة بلشت في نشأة زراعية، واليوم الدبكة تحولت صارت تعبر عن القضية الفلسطينية بشكل مقاوم، لأنه الدبكة اليوم الشعب الفلسطيني بيستخدمها أول إشي لتوجيه رسائل إنه إحنا عنا تاريخ، إحنا شعب بأرض مش شعب بلا أرض. ففعليا هذا جزء من الإشياء اللي إحنا بنحاول نوصله بالدبكة، وكمان هو عبارة عن إشي اللي هو بيعبر عن الصمود وبيعبر عن وحدة الناس. اليوم لما الناس تلتقي وتدبك مع بعض بتحس إنه في تناغم، في تلاحم بين هذا الإشي، فهذا بحافظ على إشي. بنفس الوقت هو بيحكي قصة شعب فعليا
تعرض لاحتلالات كثيرة وتعرض كمان لانسلاخه عن هوية معينة، فهي فعليا عبارة عن إشي بوحد المجتمع وبعبره عن القضية اللي هو بيعبر عنها. يعني كمان أستاذ حنا إحنا الحديث يطول، فأنا بقول شو رأيك نروح نشرب فنجان قهوة مع بعض وبعدين نكمل النقاش؟ أكيد. يلا. بما انه وصلنا استاذ حنا خليني هيك اصب لك الشاي عشان نكمل النقاش، بس يا رب ما انحرق. ايش بتحب سكر ولا بتحطش سكر؟ انا بحط السكر. انت قديش بدك؟ طيب معلقتين يعني؟ لا لا معلقه ونص. يلا واذا بدك كمان بحط لك او انت بتحط، يعني مش مشكله حسب القعده. طيب هلا هلا قول لي واحنا عم نحكي يعني عشان تكون مركز. معك. شكرا. طيب قول لي هلا اكيد الدبكه على مر العصور تغيرت من زمان لهلا، شو هي ابرز التغيرات اللي طرأت على الدبكه سواء من ناحيه حركات او من ناحيه مفاهيم؟ تمام، زي ما قلنا الدبكه مرقت باكثر من مرحله. المرحله الاولى هي مرحله انه كانت موجوده في محيط زراعي، فكانت كل الحركات بتعبر عن طريقه الزراعه، طريقة الاستخدام اللي كانوا يستخدموها للدبكة اللي هي في البناء، في الزراعة، في الحصاد، في صلال المطر، في أكثر من إشي. لكن الدبكة بال 48 صار في عندها مفهوم انقلب كليا وانشق من المجتمع الزراعي ليصير بيحكي عن قضية فلسطينية، بيحكي عن المقاومة. فصافت كل الحركات، الحركة اللي كانت تعتبر رفعة الإيد العادي صارت بتعبر عن الحجر، صارت بتعبر عن المقاومة. فالحركات ومفهوم الجسم أو كيف منظر الجسم من وقفة عادية لوقفة تحت اللي هو أكثر بعبر عن المقاتل. فهون فعليا صفت صور اللي احنا بنشوفها الدبيكه قديما مختلفه عن الصور الجديده، لان الصور الجديده بتعبر عن الواقع اللي احنا عم نمرق فيه، ان كان من مقاومه، من محاسيم، من كيف الناس عم تمشي في حياتها اليوميه، لانه هي عباره عن حكايه شعب. فشو الشعب بيعيش الدبكه فعليا او الثقافه او الفلكلور بيعكس هذا الشيء. كمان أستاذ حنا أنت يمكن اليوم كراقص مقدسي وشخص عنده فرقة في مدينة القدس، شو هي الصعوبات اللي بيواجه هذا الفن بشكل عام؟ الدبكة هل بتواجه تهويد معين أو بتواجه سرقة حركات معينة؟ شو هي هاي الصعوبات أو التهويد اللي بتواجهها الدبكة اليوم؟ طبعاً اليوم قبل ما نحكي على الدبكة إحنا عم نحكي على مدينة القدس. مدينة القدس اللي هي كل ثانية فيها في إشي جديد عم بيحاولوا يخدوه بشكل من بأساسي وبيحاولوا يهودوه بشكل ويصنعوا ويصفي ملكهم. وهذا الإشي على كل إشي ماشي بحياة المقدسيين، على هويتنا، على أكلنا، شربنا، فلكلورنا، حتى الحطة الفلسطينية، أي تفصيلة صغيرة فعليا هم عم بيحاولوا يهودوه ويعملوا ملكنا. ففعليا مدينة القدس بشكل فلسطين، أول إشي فلسطين عامة ومدينة القدس بشكل خاص هي كل يوم تتعرض للسرقة، لأن هم معنيين يبينوا أنه الشعب هاد جاي بلا ثقافة بلا موروث، وبنفس الوقت هم هدول الناس المتحضرين اللي عندهم موروث كبير جدا. فهذا عم بيحاولوا يصنعوا ويعملوا الرسالة تاعتهم أو القصة تاعتهم. ففعليا الدبكة أول إشي كل يوم تتعرض للتهويد أول إشي، وتاني إشي فعليا كمان في خسارة جيل اللي هو الجيل اللي عم بطلع جديد، هو مش كتير مثقف ومش كتير فاهم بشو الدبكة شو هويته. ففعليا الدبكة زي ما قلت عم تتعرض من أكثر من جانب. أول إشي غياب حضور المفاهيم وغياب حضور رفع الوعي عند الشعب الفلسطيني بشكل عام والشعب المقدسي لأهمية التعليم للأولاد،
بالإضافة للتاريخ تعويدهم كمان وتعليمهم عن الفلكلور تاعهم وشو الفلكلور وليش نعمل هيك. يعني كل تطريز كان يعبر زمان عن كل بلدة وكمان كان هيك عمالك بتقول لي على المخدات والتطريز كان يعبر عن طبيعة المرأة والحالة الاجتماعية للمرأة. لكن ما بعرف قديش نسبة الناس اللي بتعرف هاي المواضيع وكيف كانوا زمان لما يدخل إنه النساء والرجال كانوا يمشوا من مناطق مختلفة ويقطعوها من خلال المشي فكانوا كيف كانوا يلتقوا مع بعض. يعني واحد من بعيد شايف الطوب الأبيض وبيعرف طوال هذا توب رام الله، الطوب المرسوم عليه شجر البردقان بيعرف إنه هذا توب يافا. بس هاي قديش المعلومات إحنا بنعرفها. ونفس الشيء بحركات الدبكة، قديش إحنا كل حركة بتعبر عن إشي معين، قديش إحنا هذا الحكي عم نفقده شوي شوي، وهذا كمان بيؤدي لفقد هويتنا وفقد الوحدة تاعتنا اللي هي بشكل أساسي الاحتلال عم بيشتغل عليها. اليوم كيف من خلال الدبكة خلينا نقول ذات الطابع الجديد ممكن إنها تعكس ثقافة شعب للعالم الخارجي؟ يعني أنت مثلا بتلاقي إنه الباليه هي إشي عالمي أو ستايل رقص عالمي، الدبكة اليوم كيف ممكن تتحول لهذا الإشي وتوصل لأكبر قدر ممكن من الناس؟ أول إشي عشان نوضح، الباليه لما بدأ هو عبارة عن رقص فولكلوري كان موجود بروسيا وفرنسا وإيطاليا بشكل أساسي، وتطور وتحول من فولكلور مخصص لهدول الدول صفى لإشي عالمي. والمفروض حلمنا وتطلعنا على الدبكة يكون برضه بهذا الإشي، إنه ما يكون فقط رقص محصور لبلاد الشام أو لفلسطين تحديدا، مع إنه فلسطين عندها شكل خاص لأنه فولكلورها فولكلور مقاوم. ممكن بلاد الشام إحنا نشبه الفولكلور تاعهم، بس المفهوم الحركي ومفهوم الجسم عندنا بفلسطين بعبر عن مقاومة، فهذا بيختلف. بس بشكل أساسي لازم نطلع على الفولكلور الفلسطيني ونطمح إنه يصفي فولكلور عالمي، لغة عالمية بتنفهم من جميع الشعوب، وهدول الشعوب كمان بيقدروا يحسوا بالرسالة اللي إحنا عم نحاول نوجهها بشكل بآخر. ففعليا التطوير اللي لازم يصير هو تطوير لازم يلائم المجتمع ويعبر عن قضيته وهويته، ويكون كمان لأنه كمان طبيعة الفولكلور لما إحنا اليوم بدنا نكون فولكلور، الفولكلور إذا ما كان يخدم شعب، يعني أنا اليوم على سبيل المثال لما عملوا الجرة ما كانوا بدي يعملوا جرة عشان يعملوا جرة، عملوا الجرة عشان يشربوا منها مي أو عملوا جرة عشان يحفظوا فيها إشي معين. فالجرة كانت تستخدم لهدف معين، اليوم ممكن يحطوها على الطاولة كمنظر، بس الهدف الأساسي لما اخترعوا الجرة أو لما عملوا الجرة فعلياً كان هدف. فعلياً هذا الدبكة لازم تكون، لازم تخدم. إذا الدبكة اليوم ما خدمت الرسالة وما وجهت رسالة للمجتمع الداخلي والمجتمع الخارجي فعلياً بطل إلها معنى. كمان أستاذ حنا زي ما أنت حكيت يمكن كمان الجمهور لازم يكون دائما فاهم شو هي الدبكة من وين أجت. اليوم الجمهور الفلسطيني خلينا نقول يعني من خلال خبرتك، هل هو فاهم شو هذا الموروث الثقافي؟ هل هو بينظر للدبكة زي ما كان ينظر زمان؟ طبعا ما بنقدر نقول بشكل عام إنه الكل، في جزء من الشعب اللي هو عنده فكرة ولهلأ بيستخدم الدبكة وبيستخدموها في الأعراس، بيستخدموها في موسم الزراعة إذا بنروح كتير على القرى يعني. وكمان بنفس الوقت في كثير ناس تستخدمها للتعبير عن الأشياء، بس لكن دائما بشوف من قبل دراستي لما بديت أدرس مفهومي أنا للدبكة اللي هو دبكة فلكلورية ودبكة شعبية، بس بلشت بمحل انه ادرس شو يعني فولكلور. الفولكلور هو شعبي، الفولكلور هي ثقافه شعب او معرفه شعب، وكلمه شعبي هي كوميونيتي مربوطه. فكلمه انه احنا كيف اليوم بنجزئ الفولكلور لمحل انه فولكلور او دبكه شعبيه ودبكه فولكلوريه، مع انه التنتين الكلمه هي نفس الشيء، نفس المعنى. وفولكلور هي عباره، كلمة فولكلور هي تنقسم من طبيعتين، أول إشي الطبيعة الثابتة والطبيعة المتحركة أو الحيوية.
عندنا هون في فلسطين عندنا الطبيعة الحيوية شوي توقفت بعد 67 بسبب خوف المجتمع الفلسطيني أو خوف المثقفين على الدبكة من إنه ييجوا حدا من برا يخدها اللي هم فعلياً دولة الاحتلال يخدها ويهودها بطريقة تبطل تشبه شو كانت زمان. فمن جانب حماية حاولوا يحافظوا عليها وما يخلوها تتطور. وفي الجانب الثابت فعلياً اللي هو موجود بأي موروث ثقافي بالعالم. ففعليا معرفتنا لهدول الاشياء كثير مهم اللي هو بيحددون لوين الدبكه رايحه، وبنفس الوقت معرفه اهميه الجانب الحيوي بالدبكه، لانه اذا اليوم الدبكه احنا خليناها ثابته، الجيل القادم اللي هو اولاد ولادي او اولادي فعليا مش رح يقدروا يتبنوا الدبكه، والدبكه رح تصفي عباره عن شيء انتيك بنحط بمتحف بتصور وببطل يستخدم لانه مش رح يشبه المجتمع. فبتخيل خلينا نقول الشعب الفلسطيني جزء منه في عنده بالمفاهيم هاي اللي هي الشعبي والفلكلوري في عنده عدم فهم كبير لأنه دائما لما اليوم بيشوفوا في فرقة شبابية عم بتحاول تطور بما يتناسب مع الرسالة اللي عم بتعبر عنها بيكون في محاربة لهاي الفرقة. أكيد أكيد. وهذا الإشي فعليا بعطي قلة مساحة أول إشي للفن وكمان للإبداع، وبنفس الوقت بحد الرسالة اللي إحنا معنيين توصل، لأنه إذا إحنا اليوم ضلنا نستخدم نفس العناصر للتعبير عن كل شيء فعليا رح يبطل عندك تنوع. وبنفس الوقت كمان لما نحكي اليوم لما الدبكة تطلع على المسرح، الدبكة مجرد ما طلعت على المسرح هي خسرت البيئة اللي نشأت فيها، فهي اصلا بطلت فولكلورية، هي بصفت استعراضية اكثر. ففعليا اي شيء بيطلع على المسرح بيعبر عن قضية شعب فهي رسالة. فانا بالنسبة لي لازم نعطي هاي المساحة الكاملة وما نحكم عليها وما نخلي اي حدا يجي يقول بزبط وبزبطش، لكن الاشي الموجود بالشارع المتبني المجتمع اللي ولا انا ولا انت ولا اي بالمخلوق بالكره الارضيه رح يقدر يغيره هو موجود وهو هذا الفولكلور، وهذا رح يضله ماشي معنا وبتبنوه الاجيال اجيال. فاي اشي يتبناه المجتمع وضله لفتره طويله فهو فولكلور. يعني كمان أستاذ حنا اليوم الدبكة هي مهمة زيها زي أي إشي موجود في المجتمع الفلسطيني، هل هي كمان موروث ثقافي يفتقر للأبحاث والمصادر العلمية اليوم؟ نعم صحيح، في مجال عملي في رسالة الماجستير هو أبحث عن معلومات العلاقة بالموروث الثقافي بشكل عام والموروث الحركي بشكل خاص. فعليا فيش أبحاث، لا يوجد أبحاث، الأبحاث جدا قليلة والمعمولة أكثر عن الأزياء أو الأنثروبولوجي، لكن الفولكلور الحركي أو الغنائي هو فولكلور بنتقل من جيل لجيل من خلال الكلام، لكن ما في إشي بتوثق نصياً أو بحثياً إنه في هيك وتطور من هون وهون. وإحنا إذا حابين أو إذا إحنا معنيين كشعب فلسطيني نحافظ على هذا الموروث للأجيال القادمة واللي رح يجوا من بعدنا، كتير مهم نوثقه بأبحاث وبدراسات اللي هي بتدرس الشعب وكيف تطوروا وتدرس الحركة ومفهومها وكل هاي الأشياء. يعني أكيد هذا شيء كتير مهم، وللأسف اليوم عن جد عنا افتقار في الأبحاث العلمية اللي إلها علاقة في الدبكة. سؤالي الأخير لإلك أستاذ حنا، أنت اليوم كصاحب مؤسسة ومركز ثقافي بيعلم الدبكة في مدينة القدس وكمان كأستاذ ومدرب مقدسي، شو أهم إشي اليوم المراكز الثقافية أو المدربين المقدسيين شو أهم إشي مهم إنهم يزرعوه في الولد اللي جاي يتعلم دبكة؟ شو أهم إشي لازم يعرفه الولد؟ يزرعوا كل المفاهيم ويزرعوا الهوية الفلسطينية بشكل أساسي اللي هي أول إشي مفهوم الحركة، المفاهيم الوطنية، الأغاني اللي بتحكي، يفهم الولد من وين جاي الحركة، وبرضه كل العادات اللي إحنا كشعب فلسطيني كانت متواجدة عندنا، العدل ما بين المرأة والرجل والتساوي بيناتهم اللي كان موجود على المسرح، وكل هاي القيم اللي كانت موجودة من الدبكة هلا كمان شوي شوي بدأت تختفي، التلاحم والترابط ما بين كل الأسر والمجتمعات بغض النظر عن الدين والعرق واللون وكل هاي الأشياء.
ففعليا هذا اهم شيء لازم كاستاذ يكون عنده اياه ويزرعه بطلابه، بنفس الوقت يضله جاهز للتطوير ويضله جاهز للتعليم ويقدر يعكس هذا الشيء على طلابه. يعني استاذ حنا طمس الراقص والمدرب المقدسي كنت معنا اليوم، شكرا لك. شكرا لكم. أن تكون فلسطينيا يعني أن تؤمن بأن الكف سوف تلاطم المخرز، وأن تكون مقدسيا يعني أن تدرك بأن الدم سيهزم برقصته حد سيف شاءت لنا الأقدار أن نسير فوق نصاله الحاد بأقدامنا الحافية لنرقص من جديد دائما وأبدا سيمفونية الألم. شكرا لكم وإلى اللقاء.